هلا فيكم حلقة جديدة من قصص ألعاب مرعبة. مثل ما تعودنا راح أحكي لكم قصتين مرعبتين، وطبعا اللي بيخاف لا يكمل معنا الفيديو، واللي بيتحمس يقول خلونا نبدأ. أول قصة معنا بعنوان برستيج. لاعب يسمي نفسه فليب دائما كان يحب يلعب طور الزومبي في لعبة Call of Duty، وبالأخص من مطورين Black Ops، وعشان كذا تحمس كثير يوم أصدر الجزء الرابع واكتشف أنه يقدر يلعب مع بوتس، يعني شخصيات يتحكم فيها الكمبيوتر. وعشان هذه الخاصية الجديدة حب اللعبة أكثر بدل ما يلعب مع ناس عشوائيين، وكان ما يلعب إلا في خريطة واحدة اللي هي Classified، لأنه كان يعرف مكان تطوير الأسلحة، وكان يلاحظ أن البوتس كان يتطورون معاه حتى واحد منهم وصل لمرحلة البرستيج. وهذه الشخصية بدأ يلاحظ عليها أنه يتصرف بشكل مختلف، ما كان كمبيوتر، كأنه شخص واقعي يلعب معاه، وطول الوقت كان يحسب أن هذا شيء مقصود من المطورين وأن اختراع رهيب منهم، بحيث أنهم طوروا الذكاء الاصطناعي إلى هذه المرحلة بأنه يتصرف كأنه إنسان يلعب معاه. لكن في يوم من الأيام لما شغل اللعبة شاف أن اثنين من البوتس مكتوم المايك عنهم كالعادة، ما عدا اللي موصل مرحلة البرستيج كان المايك يشتغل عنده، وكان هذا الشيء غريب، لكن ما اهتم له كثير وبدأ يلعب. استمر في اللعب لفترة طويلة حتى انه وصل للبرستيج، وبعدين قرر انه يطفي جهاز البلاي ستيشن. قبل يقفل الجهاز سمع صوت خفيف يطلع من مايك البوت يقول له نايس جوب سون، عمل رائع يا بني، او احسنت عملا يا بني. وجهه صار شاحب من شدة الرعب، وراح يدور في الانترنت إذا في أحد صار له نفس الموقف أو أن البوتس يتكلمون في اللعبة. يقول كان مستمتع جدا في اللعبة عشان يبهر أصدقائه أنه وصل البرستيج، وأن هذا الصوت كان يتخيل أنه كان تعبان قاعد يحاول يقنع نفسه. وفي اليوم الثاني بدأ اللعبة مرة ثانية، لكن كان في حاجة غريبة، اثنين من البوتس كانوا مختفين كالعادة، ما عدا اللي وصل مرحلة البرستيج كان موجود. وبحسب وصفه قبل لا تبدأ الخريطة انه كان يسمع حمسات في المايك وما كان في شيء مفهوم، لكن استنتج وكأن اللي موصل البرستيج انه امر الاثنين بشيء. بدأت الخريطة وتفاجأ ان الاثنين كانوا ماسكين شخصيته، ويقول واخيرا كشف عن نفسه اللي كان موصل البرستيج. كان صوته مرعب، عبارة عن مجموعة اصوات تصرخ وتحترق، وقرب منه وبطريقة ما خلاه يشوف رؤية عن اشخاص وكأنهم في جحيم، وصراخ مرعب من شدة الألم. بعد ما خلصت الرؤية قال This is hell، وبعدها اللعبة انتهت والبوت طلع من الجحيم، ومن بعدها ما شافه مرة ثانية، وفعلا باقي أيامه كانت جحيم. قصتنا الثانية بعنوان Good Ending. قبل ما أبدأ أحكي القصة لازم أقول لكم حاجة جدا مهمة، القصة هذه مبنية على قصة حقيقية صارت، يعني للأسف كل حاجة راح أذكرها حصلت في الحقيقة، فاللي ما يبي يسمع حاجة حقيقية صارت تخوف لا يبدأ يسمع معي. موجودين لسه؟ أوكي خلونا نبدأ القصة. في اليابان وفي العام 1984 شخص اسمه شوكو أساهارا، واللي معناه الحقيقة المطلقة، قرر أنه يبني طائفة جديدة، طائفة مبنية على ديانات مختلفة مثل الهندوسية والبوذية وغيرها، والقائد يشوف نفسه أنه المنقذ لهالعالم، وله متابعين بالألاف في كثير من الدول، والمتابعين يتبرعوا له بالأموال وكل شيء، حتى في شخص يقول تبرع بمبلغ 8100 دولار بس علشان يحصل على دم القائد عشان يشربه. الطائفة تطورت بالأخير وصار القائد يخطب ويزعم أن الحرب العالمية الثالثة قريبة وما حد راح ينجو منها إلا أعضاء هذه الطائفة، وصارت الطائفة عنيفة، يخطفون ويقتلون حتى المستخدم الكيماوي في بعض الهجمات، وصاروا يرتبكون أبشع الجرائم، ولهم هجوم مشهور وهو الأهم. في عام 1995 قرروا أنهم يتركون 5 شنط مليانة أسلحة كيماوية في 3 قطارات في اليابان،
هذا الهجوم قتل 30 شخص و 5800 جريح، منهم اللي انعمى ومنهم اللي جاء شلل وغيره الكثير. وبعد هذا الهجوم بأشهر قليلة ظهرت لعبة باسم Good Ending من تطوير شركة باسم AOM Soft. اللعبة تستعرض الهجوم وكيف أن القائد فرحان وأن النهاية كانت سعيدة، وكأن اللعبة كانت تسوي دعاية للطائفة، ولا زالت اللعبة مجهولة المصدر ولا في أي معلومات عنها، ويقال أنها موجودة في الدارك ويب. الكثير يعتقد أن بعض أعضاء الطائفة هم المطورينها، لأن كثير من الأعضاء هم شباب أكاديميين وفيهم مطورين للسوفتوير. وطول هذه الفترة ما في أحد منهم اعترف بأنه مسؤول عن أي هجوم أو قتل، والقائد دائما يخطب ويغني على الراديو ويصر أنه بريء من الهجمات. بالأخير تم الحكم على الكثير من الأعضاء بالسجن، 13 عضو من ضمنهم القائد بالإعدام، وتم الإعدام في شهر 7 من هذه السنة. وهذه كانت قصتين المرعبتين لهذا الأسبوع، أو نقول هذه الحلقة اللي السادسة. قولوا إذا عجبتكم الحلقة، وأيضا كالعادة أنا عارف تقولون تبون الحلقة السابعة، ولا همكم إن شاء الله بحاول أجيب لكم حلقة السابعة بإذن الله، بس لا تنسون الدعم وتشاركون الفيديو هذا، ويعطيكم العافية. كما معكم فادي الشيحة، مع السلامة.